بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، نستكمل رحلتنا مع فتح الأعلام شرح عمدة الأحكام، وما زلنا في كتاب الجنائز والحديث 62 بعد 100، حديث عائشة رضي الله عنها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة، يعني في هجرة الحبشة الهجرة الأولى أو الثانية، فذكرتا من حسنها وتصوير فيها، ذكروا هذه الكنيسة فيها تصوير، فرفع رأسه، يعني رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. لاحظ أن هذه الأحاديث يعني في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما في كان في السياق، وكان يعني يغطي يعني وجهه بخميصة فإذا اغتم بها كشفها، فقال عند ذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. والسيدة عائشة تقول: يحذر ما صنع. كذلك قال: اللهم تجعل قبري عيدا. العيد يا إما عيد زماني أو عيد مكاني، عيد مكان الناس تجتمع فيه ويعودون إليه مرة ثانية، أو هو نفسه يعود مرة ثانية إما في الزمان أو في المكان. فهذا الحديث كما هو ظاهر في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، مرض الوفاة. لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصوير فيها، فرفع رأسه فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. هذا على شرط الكتاب، رواه البخاري ومسلم. قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على تحريم مثل هذا الفعل. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما يصف يعني فعلهم أو أنهم شرار الخلق عند الله أشار إلى التحريم، كما يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يناسب أن نقول مكروه اتخاذ المساجد على القبور، بل اللعن يوافق التحريم، زي المسخ الذي يسبق الإمام، يعني يوشك أن يمسخ يعني حمارا لغبائه لأنه لا يسلم قبل الإمام فهو أسير الإمام. فمثل هذه الألفاظ تدل على الحرمة. أيضا الصور: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ، مصورون أشد الناس عذابا يوم القيامة، كل هذا يدل على الحرمة، هذه الألفاظ تدل على الحرمة لا تدل على الكراهة. يقول: فيه دليل على تحريم مثل هذا الفعل، وقد تظاهرت دلائل الشريعة على المنع من التصوير والصور. طبعا البلاء الآن عظيم جدا بالصور، وسيلة الإبليس، صور المتبرجات، صور المعاصي، صور إباحية، يعني أصاب الناس يعني بلاء شديد من جهة الصور. يقول: وقد تظهرت دلائل الشريعة على المنع من التصوير والصور، ولقد أبعد غاية البعد من قال إن ذلك محمول على الكراهة، وأن هذا التجديد كان في ذلك الزمان لقرب عهد الناس بعبادة الأوثان. طبعا يعني فتح هذا الباب أن نقول ده كان محرم زمان أما الآن فليس محرم، أين الدليل؟ يعني لابد من دليل شرع، زي اللي بيخصص يقول المراد الصور التماثيل، ولكن الصورة اللي ملهاش ظل، فنقول له: أين الدليل؟ بل في أدلة على أن كل الصور يعني حرام، صورة الإنسان والحيوان. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بيت ولقى قرام، قرام يعني استارة وضعتها السيدة عائشة، فأمر يعني بإزالتها، وقال إنها يعني ألهتني عن صلاتي، وأمر بها فقطعتها يعني عائشة، فجعلت منها وسادة أو وسادتين، فسمى الصورة المنقوشة أو المرسومة على القماش سماها يعني صورة.
وطبعا ما فيش شك ان الصورة مش خاصة بالتمثال، يعني المرسومة او المصورة بالكاميرا مهما كانت الوسيلة فكل الصور حرام، صورة الانسان او الحيوان. يقول: هذا الزمان، وهذا الزمان حيث انتشر الاسلام وتمهدت قواعده، لا يسوي في هذا المعنى، فلا يسوي في هذا التشديد. يقول هذا او معناه: وهذا القول عندنا باطل قطعا، لانه قد ورد في الاحاديث الاخبار عن امر الاخرة بعذاب المصورين، وأنهم يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنفخ، يعني يظل يعذب حتى ينفخ الروح ولا يستطيع أن ينفخ الروح، إشارة إلى استمرار العذاب وخلوده في العذاب، طبعا إذا كان كافرا أو مستحلا يعني. وأنهم يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وهذه علة مخالفة لما قاله هذا القائل. وقد صرح بذلك في قول عليه السلام: المشبهون بخلق الله. تحريم الصور له يعني له علل كثيره، يعني بعض الناس يقولون ان الايه ان ما دام مش هتتعلق يبقى خلاص ما فيش، مش هتعظم مثلا يبقى يجوز. نقول ان مجرد التصوير اعتداء على اسم الله المصور، يعني هذا نفسه اعتداء يعني على اسم من اسماء الله عز وجل، وذكرت هذه العله في قول المشبهون بخلق الله. يقول: هذه عله عامه مستقله مناسبة لا تخص زمانا دون زمان، وليس لنا أن نتصرف في النصوص المتظاهرة المتضافرة بمعنى خيالي يمكن أن يكون هو المراد مع اقتضاء اللفظ التعليل بغيره، وهو التشبه بخلق الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: بنوا على قبره مسجدا، إشارة إلى المنع من ذلك، يعني هم شرار الخلق وهم جمعوا يعني هاتين القبيحتين، هم يبنون على القبر مسجد، والأصل المساجد لله وأن المساجد لله، فلا تدعو مع الله أحدا، وبناء المسجد على القبر ذريعة لأن يوجه الدعاء والنذر والذبح والرجاء والخوف والتوكل إلى غير الله عز وجل، فهو ذريعة للكفر، يعني حتى لو لم ترد نصوص يعني في تحريم بناء المساجد على القبور لكان القول بالحرمة هو الراجح أيضا، لأن الطريق الموصل إلى الحرام حرام، فهو ذريعة لتوجيه العبادات لغير الله. وهذا مشاهد عند السيد البدوي وغيره، الناس يعني يذهبون يقولون: يا سيد، ما يقولون يا رب، لأنه يقول يا رب يقول في مكانه، مش هيذهب إلى طنطا مثلا النذر له ويهلب الذبائح لغير الله عز وجل، بل تربى البهيمة على أنها للسيد البدوي وغير ذلك يعني من العبادات التي توجه لغير الله عز وجل. بالإضافة للأحاديث الأخرى كما بينا: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فطبعا بعض الناس لو قلت لهم هذا النص يكون هدف اليهود والنصارى، نقول: لماذا يعني لعنهم الله عز وجل؟ وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن علة اللعن أنهم اتخذوا القبور مساجد، وذلك تقول السيدة عائشة، وهذا مدرج من كلام عائشة: يحذر ما صنعوا، يعني هم لعنوا بسبب ذلك، فإذا فعلتم كما فعلوا فأنتم معرضون للعن. وقال الصنعاني: لقد صدق وجعل بعد اللعن والإخبار بأنه أشد الناس عذابا من استروح لهذا القائل، وقد أصاب الشرح بقوله إنه قول باطل قطعا. قال النووي: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، سواء كان بعض الناس يقولون ديجيتال أو الصورة اللي هي زي الموبايل أو الصورة الحية ما فيش فيها شيء. نقول: علماء رخصوا في تصوير المحاضرات وتصوير دروس العلم، لأن تحريم الصور من باب يعني إن هو ذريعة للوصول إلى الحرام، فما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجح. فلذلك لعب الأطفال أيضا رخص فيها، ولكن بشرط ألا تكون مشكلة كما ستأتي فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم، ما تكونش العروسة بتحرك حواجبها وتقول بابا وماما ويقعدوها في دورة المية ويلبسوها، يعني كأنها فعلا مضاهاة لخلق الله. كانت الأول الصور يعني العروسة من الصوف أو زي ما كانوا يفعلوا زمان، زي المخدة كده ساذجة، يعني فيش فيها تشكيل ولا تخليق. فالحاصل إن يعني الأدلة تدل فعلا على حرمة التصوير، يعني كل أنواع الصور، لأن الأحاديث كلها عامة: كل مصور من صور صورة، الملائكة تدخل بيت في كلب ولا صورة، فبيخرج من هذا الحرج. يعني زي ما قلنا أن تصوير المحاضرات العلماء أجازوا،
يعني ذلك ما نقول عن الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ العثيمين، وهؤلاء صورت لهم يعني أشياء، وكان المصور للشيخ الألباني قليل جدا، ولكن يعني شفت صورة للشيخ ابن باز وهم يسألونه ويبدو، وطبعا كان كفيفا مش شايف أنهم بيصوروه يعني، فهم سألوه فأجاز. فالحاصل إن تصوير المحاضرات يعني في نفع لما تسمع المحاضرة غير لما تشوف المحاضرة ويتكلم، فهذا نفع شرعي. وأيضا الألباني لما سئل عن أفلام الكرتون فقال إن كان فيها مصلحة شرعية فجائزة، وإن لم يكن فيها فهي تدخل في عموم يعني حرمة الصور. فيقول الإمام النووي تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، ما قالش بقى يجوز بالكاميرا أو حبس الظل أو كل أنواع الصور، وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه هذا الوعيد الشديد. ولذلك نقول الذين يتلخصون يعني مسألة لو قلنا حتى اختلف فيها العلماء المعاصرون سبيل الورع أنه يبعد يعني عنها، فمن اجتنب الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، خاصة العلماء يقولون أن التصوير من الكبائر، وسواء صنعه فيما يمتهن أو غيره فصنعته حرام بكل حال، هذا كلام النووي، وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دنانير أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها. وطبعا هو بيقول هذا من باب الأدنى، التنبيه الأدنى على الأعلى، أنه لو تمثال طبعا ما في شك أن الحرمة تكون أكثر. قال النووي وذهب السلف إلى أن الممنوع ما كان له ظل، وأما ما لا ظل له فلا بأس باتخاذه مطلقا، وهو مذهب باطل لعل ذهب بعض السلف. أو فإن الستر الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم كانت الصورة فيه بلا ظل بغير شك، ومع ذلك أمر بنزعه، ده كلام النووي. قال حافظ ابن حجر ويؤيد التعميم، تعميم كل الصور فيما له ظل وفيما لا ظل له، ما أخرجه أحمد من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره ولا صورة إلا طمسه، فكنا تطمس لو تمثال كسره مثلا، ولكن قال صورة إلا طمسه. والوثن أعم من أن يكون تمثالا، قد يكون تمثال وقد يكون نصب مثلا أو شيء تذكاري أو رمز توجه له العبادات أو يعظم. وفيه من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن العربي، وحاصل ابن العربي طبعا السني غير ابن عربي الصوفي، وحاصل ما في اتخاذ الصور أنها إذا كانت ذوات أجسام فحرام بالإجماع، وإذا كانت رقما فأربعة أقوال. بيقولوا الرقم على الإيه المناظر الطبيعية، إلا رقما في ثوب أنه هو يكون شكل أو ما يكونش في صور إنسان أو حيوان، جمعا بين الأدلة. وإن كانت رقما فأربعة أقوال، الأول يجوز مطلقا على ظاهر قوله في حديث أبي هريرة إلا رقما في ثوب، الثاني المنع مطلقا حتى الرقم في الثوب في قول هذا كان في ابتداء الأمر ولكن نسخ يعني كل ذلك وحرم كل ذلك. الثالث إذا كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم، وإن قطع الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز، لحديث الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة، إن لو قطع الرأس يبقى الجزء البدن كأنه جزء شجرة. يقول الثاني المنع مطلقا حتى الرقم في الثوب، الثالث إذا كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم، وإذا قطع الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز، قال هذا هو الأصح. الرابع إذا كانت فيما يمتهن جاز، وإن كان معلقا حرم، إذا كانت يعني على سجادة في الأرض مثلا أو ملاية بشيء بيداس عليه ويمتهن فجاز، وإن كان معلقا حرم. دي الأقوال اللي قيلت يعني في ذلك. وطبعا الإنسان ما يشتريش ملاية ولا بطانية ولا شيء في الصور يعني من باب الورع يعني، وإن كان أمر المهن أقل من أمر أنه يعلق شيء أو صورة يعلقها على الحائط مثلا، ولكن يعني من باب الورع الإنسان يعني يبعد عن هذه الأشياء. وإن أتتك هدية يحاول أن يطمس الصورة، يطمس الرأس، لأن إضاعة المال أيضا ليست يعني من الشرع. قلت والحديث الذي أشار إليه في الرقم هو ما أخرجه النسائي وغيره عن بشر بن سعيد عن عبيدة أو عن عبيدة عن سفيان قال دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على زيد بن خالد نعوده فوجدنا عنده نمرقتين فيهما تصاوير، فقال أبو سلمة أليس قد نهينا، وذكر الحديث أي حديث تحريم التصوير، فقال زيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلا رقما في ثوب،
قال النووي الجمع بين الأحاديث بأن المراد باستثناء الرقم في الثوب ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الروح كصورة الشجر ونحوها انتهى. أو تكون أرقام فعلا حروف يعني تكون حاجة غير يعني الإنسان أو الحيوان. وبعضهم يقول أن هذا كان في ابتداء الأمر ونسخ. قال حافظ ابن حجر ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهي لرقم في ثوب كما يدل له حديث أبي هريرة الذي في السنن وصححه الترمذي وابن حبان ولفظه أتاني جبريل فقال أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل فسمى الخرام الستارة اللي فيها صورة تمثال وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي على الباب يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع فليجعل منه سادتين منبوذتين طوطان ومر بالكلب فليخرج. هذا صححه الألباني. وفي رواية النسائي إما أن يقطع رأسها أو يجعل بساطا يوطآن هذا أيضا صححه العلامة الألباني رحمه الله. واعلم أن هذا كله في تصوير ذوات الروح وأما تصوير ما لا روح فيه كالشجر فإنه أجازه الجمهور. النظرة الطبيعية الشجر مراكب الغروب يعني هذه الأشياء يعني فيش فيها شيء ولكن الإنسان والحيوان حرام شديد التحريم. فإذا في حكم لعب الأطفال ويريد الإخوة الذين يتجرون في لعب الأطفال يعني يأخذون بهذه الفتوى على سبيل الورع أن أمر الرزق أمر مهم الإنسان يكون رزقه من حلال ما يكونش من حرام ولا من شبه. فمن أكل من الحلال فعل الطاعات ومن أكل من الحرام فعل المعاصي ومن أكل من الشبهات وقع في الشبهات. فال يعني صور العرايس بهذه الصورة ما فيش شك يعني فيها شبهة قوية. قال الشيخ محمد بن إبراهيم لو مفتي ديار السعودية السابق ومن زعم أن لعب عائشة رضي الله عنها صورة حقيقية لذوات الأرواح فعليه إقامة الدليل ولن يجد إلى ذلك سبيلا فإنها ليست منقوشة ولا منحوتة ولا مطبوعة من المعادن المنطبقة ولا نحو ذلك بل الظاهر أنها من عهن العهن الصوف أو قطن أو خرق خرق قماش يعني أو قصته أو عظم مربوط في عرضه عود معترضا بشكل يشبه الموجود في أيدي البنات الآن في البلاد العربية البعيدة عن التمدن والحضارة مما لا يشبه الصورة المحرمة إلا بنسبة بعيدة جدا كأن عظمتين في بعض يربطهم تبقى هذه عروسة أو يعني حاجة من الصوف أو من القط. يقول كما في أيدي البنات الآن في البلاد العربية البعيدة عن التمدن والحضارة مما لا يشبه الصورة المحرمة إلا بنسبة بعيدة جدا لما في صحيح البخاري من أن الصحابة يصومون أولادهم فإذا طلبوا الطعام أعطوهم اللعب من العهن يعللونهم بذلك يعني يشغلونهم بذلك. وقال أيضا نعم يختلف حكم هذه الحديثة الجديدة عن حكم لعب عائشة رضي الله عنها لما في هذه الحديثة الجديدة من حقيقة التمثيل والمضاهاة والمشابهة بخلق الله تعالى لكونها صورا تامة بكل اعتبار ولا من المنظر الأنيق والصنع الدقيق والرونق الرائع ما لا يوجد مثله ولا قريب منه في الصورة التي حرمتها الشريعة المطهرة وتسميتها لعبا وصغر أجسامها لا يخرج عن أن تكون صورا إذ العبرة بحقائقها لا بأسمائها. فكما أن الشرك شرك وإن سماه صاحبه استشفاعا وتوسلا والخمر خمر وإن سماه صاحبها نبيذا أو مشروبات روحية لأن حقيقة أنها خمر ما والخمر الذي يغطي العقل. فهذه صور حقيقية وإن سماها صانعوها لعب أطفال. وفي الحديث يجي في آخر الزمان أقوام يستحلون الخمر ويسمونها بغير اسمها. هذا من مجلة البحوث العلمية اللي هي المجلة رقم 11 صفحة 263. وسيأتي الكلام على تحريم إقامة المساجد على القبور في شرح الحديث المقبل إن شاء الله تعالى. حديث 63 بعد 100 عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. الحديث مرة ثانية عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه. طبعا ده مهم لأن قد يكون الإنسان ده منسوخ نقول لا ده في مرض الذي مرض الوفاء. قال لعن الله اليهود والنصارى
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قلت ولولا ذلك كلامها يعني صرحت بالإدراج إن هذا من كلامها، لولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. قال الإمام النووي رحمه الله قال العلماء إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفا من المبالغة في تعظيمه والافتتان به، ربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية. ولما احتاجت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كثر المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه ومنها حجرة عائشة رضي الله عنها مدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، بنوا على القبر حائطا مرتفعا حيطانا مرتفعة مستديرة يعني حوله، يعني عمل أول قبور يعني حيطان مستديرة حول الإيه القبور الثلاثة لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام ويؤدي إلى المحظور. ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا يعني عمل حجرة إيه مثلث يعني أول يعني إيه جدران مستديرة وبعدين عملوا حجرة مثلثة بحيث أن رأس المثلث تكون في القبلة حتى لا يستقبل أحد المسجد. ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر. وهذا قال في الحديث ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. كان قبر ظاهر يعني إنما كده مش بارز، إنه حوالي حيطان وغرفة مثلثة أو غرفة مستطيلة بحيث أن الناس يعني ما يصلون إلى القبر أو يستقبلون القبر. ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، والله تعالى أعلم بالصواب. قال ابن ملقن ما ملخصه قولها أنه عليه الصلاة والسلام قال في مرض الذي لم يقم في تنبيه على ما كانت الصحابة تعتمد من الأخذ بالآخر من قوله وفعله، لأن هذا ما استطيع أحد أن يكون هذا منسوخ بل هذا يكون ناسخ، لو في شيء قبل يكون هذا هو الناسخ. كان في حديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، وحديث ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يقول فيه تنبيه على ما كانت الصحابة تعتمد من الأخذ بالآخر من قوله وفعله، فنبهت على أن ذلك ليس من أمره المتقدم بل هو من المتأخر عند موته، وكذلك حديث جندب الذي قدمناه في الحديث قبله. واللعن هو الطرد والإبعاد، فاللعن من العباد الطرد ومن الله العذاب والإبعاد عن الرحمة. يقول فيه يعني في هذا الحديث لعن اليهود والنصارى غير المعينين، وهو إجماع سواء كان لهم ذمة يعني عهد أم لم يكن لجحودهم الحق وعداوتهم الدين وأهله، ولكن لعن المعين يعني حتى لو كان يهودي أو نصراني ممنوع. لماذا؟ لأن العبرة بالخاتمة فقد يسلم. واختلف في لعن المعين منهم والجمهور على المنع لأن حاله عند الوفاة لا تعلم، وقد شرط الله في ذلك الوفاء على الكفر بقوله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، فلا تعلم إيه الخاتمة. كما لا يجزم بالجنة لأحد يعني شايفينه بيجتهد في الطاعة والعبادة لا نقول هو من أهل الجنة إلا من يعني جزم له صاحب الشريعة بالجنة فنحن نحكم له بالجنة كالعشرة المبشرين والمرأة السوداء عبد الله بن سلام وغيرهم. وأما ما روي أنه عليه الصلاة والسلام لعن قوما بعينهم إنما كان ذلك لعلمه بمآلهم، ويباح لعن كل من جاهر بالمعاصي كشراب الخمر وأكل الربا والظلم والسراق والمصورين والزنا، يعني شوف قارن المصورين بالزنا والسراق، ومن يتشبه من النساء بالرجال وعكسه من يتشبه من الرجال بالنساء إلى غير ذلك مما ورد في الحديث لعنهم. فاللعن يكون على أقوال، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، ولكن الشخص المعين لا تقول فلان ملعون لأن قد يتخلف عنه الإيه الوعيد. كان في الآية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. سأل واحد وجد إنسان بيأكل مال اليتامى ظلما لا يحكم عليه لا يسحب عليه هذا الحكم، ليه؟ لأن قد يشفع فيه شفيع مطاع، قد يتوب، قد تكون له يعني حسنات محية أو مصائب يعني مكفرة، ولكن هذا جزاء هذا الفعل، ولكن قد يتخلف الجزاء لسبب.
يقول: أما لعن العاصي المعين فادعى ابن العربي أنه لا يجوز لعنه اتفاقا للحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام أتي بشارب مرارا فقال بعض من حضر: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. فجعل له حرمة الأخوة، وهذا يوجب الشفقة. الإنسان لما يشوف واحد بيعمل معصية ما يلعنه، ما يلعن شخصه، ولكن يعني ينظر له نظر رحمة، يسأل الله عز وجل أن يتوب عليه، لعل الذي يعمل معصية الآن يتوب ويستقيم، ولعل الذي يعمل بالطاعة الآن ينقلب، نسأل الله العافية. فالعبرة بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، العبرة بما يختم لك، كما قال: إنما الأعمال بالنيات. قال: إنما الأعمال بالخواتيم. وقال كذلك: يؤخذ منه أيضا تحريم بناء المسجد على القبور مطلقا، لأنه إذا منع من بنائه على قبور الأنبياء وهم أرفع البشر درجة فمن دونهم أولى، فلا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر. والعبرة الأول: لو في قبر موجود وأرادوا أن يعظموا هذا المقبور فبنوا عليه مسجدا، حتى لو نبشوا القبر وأخرجوه من المسجد لا يصلح، لأنه صار يعني مكان سخط وغضب. ولكن نفرض أن في مسجد موجود ثم أدخلوا فيه قبرا، واحد مات فدخلوه في هذا المسجد، يمكن أن ينبش القبر ويخرج من المسجد والناس تصلي في المسجد، فالعبرة الأول. يؤخذ منه أيضا تعظيم الربوبية كما أسلفنا، وتحريم تعاطي الأسباب المشاركة المؤدية إلى المشاركة لها في ذلك، بل إن اعتقد جواز ذلك فهو كافر. وفيه تحريم الصلاة إلى القبور وإن لم يقصد تعظيمها. وأما الشافعية فجزموا بالكراهة، والحديث الصحيح السالف: لا تصلوا إليها، ظاهر في التحريم أن ظاهر الأمر الوجوب، إذا لم تأتي قرينة تصفه إلى الاستحباب، وظاهر النهي التحريم إذا لم تأتي قرينة تصفه إلى التنزيه، قراءة التنزيه. قال الحافظ: قوله لأبرز قبره، أي لكشف قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخذ عليه الحائل. يعني صور لو إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ناس صاعوا القبر، يعني كم من الناس يعني تدعو وتنذر وتذبح، ولكن يعني هذا في رحمة أن القبر غير بارز. وهذا استجابة وعلم من أعلام النبوة: اللهم لا تجعل قبر يعيدا. فقول أبرز قبره، أي لكشف قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخذ عليه الحائل، والمراد إلا من خارج يعني بيته، وهذا قالته عائشة قبل أن يوسع المسجد النبوي، ولهذا لما وسع المسجد جعلت حجرتها مثلثة الشكل محددة حتى لا يأتي أحد، لا يتأتى لأحد أن يصلي إلى جهة القبر مع استقبال القبلة. فنكتفي بهذا القدر بالنسبة لفتح العلام، وإن كان في بعض الأسئلة نجيب عنها إن شاء الله تعالى. في طلب من أختي يعني مصابة بالسحر والمس منذ أعوام، وتطلب الدعاء يعني، فنسأل الله تعالى أن يشفيها وأن يعافيها من هذا البلاء. أخ أيضا أو أخت يطلب الدعاء بالهدى والتقى والعفاف والغنى والإخلاص والقبول والسداد، نسأل الله تعالى ذلك لنا جميعا. كيف معرفة أي الأمرين خير بعد صلاة الاستخارة، وهل هناك دلائل معينة؟ طبعا الإنسان يعني إذا أراد أن يعمل شيئا واشتبه عليه، يعني هل هو من الخير أو من الشر، طبعا الإنسان مش هيعمل استخارة عشان يتصدق بصدقة أو يخرج لعمرة مثلا، هذه الأشياء مقطوعة أنها من الخير، ولكن قد يعمل استخارة لوقت العمرة مثلا. ولكن إذا أراد أن يتزوج امرأة معينة، إذا أراد أن يسافر، أن يعامل فلانا في التجارة، أو أراد أن يعمل مشروع تجاري مثلا، فالأمور مشتبه عليه. وكان في الجاهلية يستخسمون بالأزلام، يعني في أقداح زي عصيان كذا، واحد مكتوب عليه افعل والثاني لا تفعل والثالث غلف ما فيش عليه شيء، فكانوا يستخسمون بالأزلام. أو أنه إذا أراد سفرا فيجد طير يرميه بحجر، فإن طار يمينا تيمن وسافر، وإن طار شمالا تشائم وترك السفر. فالله عز وجل أبدلنا بذلك، كأن نستخير الله عز وجل الذي يعلم يعني كل شيء. فالإنسان يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك
وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حدث السفر مثلا أو الزواج خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. فنلاحظ أن الدعاء اقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. فالإنسان يعمل الاستخارة ويأخذ بالأسباب، ومتقدم الزواج من أخت معينة يستمر يأخذ بالأسباب، يذهب ويراها. فإذا كان الأمر في خير يجد الزواج ميسر ويتم على خير، وإن كان يعني غير ذلك فأيقف أي مشكلة أي شيء كان في بقية الدعاء. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. طبعا بعض الناس يرون رؤية، واحد يرى رؤية مثلا أمر ميسر، أو يرى الأمر سوف يتم، أو هذا الزواج فيه خير وهذا السفر فيه خير، فلا يشترط الرؤية. يعني هو الرؤية لا يترتب عليها عمل، ولكن قد يستأنس بها ويستبشر بها. وعلى كل حال إن هو بيستمر ويأخذ بالأسباب، وإن كان خير سوف ييسر، وإن كان غير ذلك سوف يسر. ما يقولش لا أنا قلبي ميل لكذا وقلبي مال لكذا، لأن قلبه قد يكون مائل لأحد الجانبين قبل الاستخارة، فهذا شيء غير منضبط. ولكن هو يستمر، وإن كان خيرا سوف ييسر، وإن كان شرا سوف يخف. ما هي العلوم الشرعية الواجب على المرأة المسلمة تعلمها؟ أولا مع ذكر بعض الكتب. طبعا في علوم واجبة وفي علوم يعني فرض كفاية. فالواجب العيني العقيدة، لابد لكل مسلم أو مسلمة تعلم العقيدة الصحيحة، فاعلم أنه لا إله إلا الله، التعرف على الله عز وجل بأسماء وصفات، دراسة أمور الإيمان الست، من ذلك فقه العبادات الواجبة، فقه الطهارة، فقه الصلاة، فقه الصيام، فقه الحج والعمرة إذا شرع في ذلك، يعني فقه الزكاة إذا كان عنده مال، فقه المعاملات إذا كان إنسان بيعاني البيع والشراء أو بيتاجر، تعلم فقه المعاملات. كذلك إذا وقع في مسألة يجب عليه تعلم فقه هذه المسألة. أما الكتب فأمر إيه واسع، يعني صعب ذكره الآن. هل خروج المرأة لحضور الدروس في المساجد مكروه علما أنها ترجع إلى منزلها بعد العشاء بمفردها؟ طبعا احنا ننصح الأخوات يعني إن أمكنها التعلم في بيتها فهذا الأفضل، يعني إذا كان صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. فالوسائل التعلم الآن كثيرة، يعني موجود القنوات الفضائية الإسلامية، في الشبكة العنكبوتية، في مواقع العامة والخاصة، فيمكن أنها تحضر دروس يعني كاملة وتتعلم دون أن تخالط الرجال ودون أن ترجع يعني في المساء وحدها، أو أنها تخرج الدروس النهارية، يعني في دروس بعد العصر للنساء، فهي تحرص على هذه الدروس. ولكن رجوعها يعني بعد يعني العشاء وحدها، يعني الله أعلم في حرج. آخر سؤال الأخت، أخت تقدم لها شخص غير ملتعي وغير مقصر، ولكنه من أسرة طيبة، وهي مترددة هل تقبل بذلك، يعني خصوصا أن بعض أهلها يجيبون عليها رفضه لأنه ذو خلق ويصلي في المسجد جميع الصلاة، فماذا تنصحها؟ يعني أنصح أن هي ما تردش هذا الأخ إذا كان مجرد اللحية، ويمكن أن تأتي بعد ذلك، يعني هي تحثه وتحض على اللحية إذا كان مداوم على صلاة في المسجد وعلى خلق حسن، فمثل هذا يرجى أن هو يعني يزداد الخير يعني فيه، فهي تعمل استخارة وما يكونش هذا منع يعني لها من قبوله، ولعل الله جل أن يهديه. يقول أنا عندي شقة تمليك أعيش فيها، وعندي كذلك شقة إيجار قديم تركتها منذ زمن ولكن أدفع إيجارها، فجاءني مشتري تلك الشقة على أن أخذ من ثمنها مبلغا، وصاحب منزل يأخذ باقي المبلغ، وهذا بالتراضي، فهل هذا حلال أم حرام؟ وهو ما يعرف بالتقبيل. لا، هو مش هو خلو رجل وليس تقبيلا. فنقول ان الراجح الجواز، يعني هو بيع مصلحه، لان عقود الايجار كان زمان بالقوانين الوضعيه
كانت عقود مؤبدة يعني، وده طبعا خلاف الشرع، الواحد يأجر شقة يملك الرقبة. فإذا كان واحد مع شقة هكذا وأراد يعني أن يأخذ فيها شيء وصاحب البيت يأخذ شيء، فهذا نفع هذا المستأجر ونفع صاحب البيت ونفع من يريد استغلال هذه الشقة يعني أو انتفاع بها. فوالله أعلم الجمهور على الجواز، وإن كان الشيخ الألباني كان يحرم ذلك اللي هو يسمى بخلو الرجلي. إلى متى تنتهي سلطة المصلي جالسا أو على كرسي؟ هو طبعا في تحريم المرور بين يدي المصلي، ومعنى بين يديه يعني بين المصلي وبين موضع سجوده. فلو مر يعني خلف مكان السجود ما فيش عليه بأس. يعني سمعت الشيخ العتيمين السند العالي المتصل أنه يقول ليس المصلي إلا موضع سجوده، هو يمر من خلف موضع السجود، ما يمرش يعني بينه وبين موضع سجوده. أيضا الجالس على كرسي بيومئ للركوع والسجود، فأيضا يكون موضع سجوده بالإيمان، هو بيومئ بيكون طبعا قريب يعني منه، فلو مر يعني خلف موضع السجود فلا بأس. هل يجوز توزيع ورق الدعاية داخل المسجد؟ لا يجوز، المسجد سوق الآخرة وليس سوق الدنيا، ما يجوزش تحضر فيه بضاعة أو تعقد صفقات تجارية فيه أو توزع أوراق دعاية أو نتيجة عليها مثلا دعاية لشركة معينة أو تاجر معين، لا يجوز. سائل يقول عندي ديون كثيرة ولا أعمل وأنا متزوج ولدي طفلة وزوجتي حامل ولي والدين ولا أجد عملا مناسبا، وأخيرا جاءتني فرصة عمل بدولة عربية ولكن صاحب العمل يطلب مني تقصير لحيتي جدا وليس حلقة، ولكن لا أريد أن أمسها، فهل رفضي لهذا العمل بسبب هذا الشرط يعد رفضا للنعمة وتفريط في حق أهلي وتقصير في حق من له عندي دين؟ يعني هو حرام طبعا الحلق، يعني لا يجوز الحلق، وقالوا التقصير القريب من الحلق أيضا لا يجوز، إن هي تحلق بحيث تكون قصيرة جدا من الحلق. فنحن نقول للأخ وأن يتقي لا يجعل له مخرجا، ونقول له لو ترك هذا العمل يعني ورعا وتقوى لله نحن على ثقة بأن الله جل سوف يبدله عملا يعني أفضل من ذلك وأبعد عن المعصية. فهو يحاول أن يحاور يعني صاحب، إن كان تقصير قليل ولكن ما يكونش قريب من الحلق، وإذا رفض صاحب العمل يعني ذلك فيرفض العمل والله جل يبدله خيرا منه، ومن يتق الله يجعل له مخرج. فتقدم التقوى، الإنسان ما ينتظرش المخرج يقول اتق الله بعد من أجل المخرج، قدم التقوى تجد المخرج. هل وضع الميت في سيارة مخصصة لنقل الموتى من البدع إذا كان ذلك العذر؟ طبعا هذه سنة النصارى واليهود أن الميت يوضع في سيارة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فمن حق المسلم أن يحمل على الأعناق، وهذه سنة المسلمين. ولكن إذا كان في مشقة شديدة مثلا للوصول للمقابر، المقابر بعيدة جدا ومشقة بالغة في الوصول إليها، يمكن أن يحمل جزء من الطريق ثم في سيارة ثم يحمل على الأعناق في بقية المسافة، كل مسافة معقولة يحمل على الأعناق في بقية المسافة، لكن لا يحمل بالسيارة حتى المقابر. وأيضا يعني بعض الناس يعني يقولون يحمل لأنه يسافر يدفن في بلده، نقول السنة أيضا دفن الميت في بلده إلا أن ينقل إلى يعني مكة أو المدينة أو بيت المقدس، أماكن الشريفة يعني يجوز نقل الميت إليها بل يستحب، ولكن لا ينقل من أجل أنه يريد أن يدفن مع والده أو في قريته، فالسنة أن يدفن في البلد التي يعني مات فيها. فإذا قلنا السنة أن يدفن في البلد التي مات فيها فمش هيبقى عذر أن احنا نقول أنه هو يحمل في سيارة من أجل أن يخالف السنة، فبتبقى ظلمات بعضها فوق بعض، فنقول يحمل على الأعناق ويدفن في البلد التي مات فيها. هل هناك حل للتغلب على القانون المشترط في سن زواج الفتاة 18 سنة؟ وممكن أن يكون الزواج عرفي، ونقصد بالعرفي أنه هو أن يكون مستوفي الشروط،
ولكن يسجل بعد 18 سنة. طبعا تسجيل العقود يعني أمر موافق لروح الشريعة، لأن فيه حفاظ يعني على الحقوق وعلى الأنساب وعلى الخاصة مع ذهاب الأمانة. فصار تسجيل الحقوق يعني عند المأذون أو عند المحكمة يعني مطلوب شرعا، لأن هذا موافق لروح الشرع. ولكن تقييد الأمر بأن الفتاة 18 سنة يعني هذه قيود يعني ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، خاصة أن الفتاة بتبلغ يعني سن 13-14، ما فيش داعي أنها تحبس هذه الفترة يعني. فإذا كان الأمور يعني مؤتمنة وما فيش يعني شك في، فممكن أن يتم الزواج بالشهود وبالولي وبالمهر وكافة الشروط، ولكن يسجل بعد الوصول إلى 18 سنة. هل للخاطب أن يجلس مع خطيبته في وجود محرم لها يدرس لها كتاب شرعي؟ نقول له انتظر يعني حتى تعقد يعني عليه، أن هذه يعني قد يدرس الأول كتاب شرعي وبعد ذلك يعني يتسامران، وبعد ذلك يعني تكون كلام في العواطف، ثم تكون يعني إيه خطوات للشيطان يعني. فنقول له يعني الدروس كثيرة، فتحضر دروس المشايخ مثلا في المساجد أو تتعلم من المشايخ اللي في الفضائيات، وهو لما يعقد لا يبقى يعلمها. سأل يقول: لدي مبلغ من المال أودعته في الفرع الإسلامي لأحد البنوك التجارية يعطيني عائدا نهاية كل 6 شهور، وأنا كبير السن لا أستطيع التجارة، فهل هذا العائد يعتبر من الربا؟ فهو الأفضل أن يكون في بنك إسلامي، ما يكونش فرع إسلامي لبعض البنوك الربوية، لأن البنك الربوي ماله ربوي، والمال مختلط يعني مختلط في البنك، الفروع كلها يوصل بعضها إلى بعض. فنقول له خليه بنك إسلامي أفضل، وإذا استطاع أن يتاجر بنفسه أو يعطيه لمن يتاجر له يكون أفضل، والله أعلم. ما رأيكم في صور البطاقة وجواز السفر واستمارة الزواج؟ ولقد رأيت صورا كثيرة لعلمائنا. نقول إن هذا من باب الضرورات تبيح المحظورات، فيجوز يكون صورة في البطاقة من باب دفع المضار يعني، وجواز السفر وعقد الزواج، ولكن يعني ما نفتحش يعني الباب على مصراعيه، بحيث إن كل واحد بيعجب واحد يصوره أو موقف أو أي إنسان أو أي حيوان يصوره، لا يجوز يعني، هذا لا يجوز. الأصل في الصورة الحرمة. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.